انا من القدس. انا من رام الله. انا من عكا. انا من الخليل. انا من سخنين. انا من الجولان. انا من الناصره. انا من جنين. انا من الطير. انا من اريحه. انا من حيفا. انا من طول كرم. انا من عرب الشبلي. انا من كلكيلي. انا من بيت لحم. انا من بير السبع. انا من ام الفحم. انا من المثلث. انا من الناصره. انا من نابلس. انا من باكا. انا من دير الاسد. الجامعة العربية الأمريكية تجمعنا. الجامعة العربية الأمريكية تجمعنا. هنا في جنين بدأت الفكرة وانطلقت المسيرة نحو مشروع أكاديمي فريد. إنه مشروع الجامعة العربية الأمريكية، أول جامعة فلسطينية خاصة جمعت بين عراقة الماضي وأصالته وحداثة البرامج وتطورها منذ اللحظة الأولى. واليوم ها هي الجامعة العربية الأمريكية تسطع نجماً في سماء التعليم العالي في فلسطين والعالم. 9 كليات و33 تخصصاً في البكالوريوس و10 برامج في الماجستير بفضل المخلصين المنتمين لفلسطين الذين حملوا الأمانة فعقدوا العزم على صناعة مستقبل أفضل لشباب الوطن. كيف لا؟ وإنساننا الفلسطيني أثمن رأس مال في وجودنا، لذا تضم الجامعة كلية العلوم الإدارية والمالية بمبناها الحديث وتخصصاتها الرائدة بالمحاسبة وإدارة الأعمال والتسويق والعلوم المالية والمصرفية وإدارة المستشفيات والخدمات الصحية ونظم المعلومات الإدارية وإدارة الموارد البشرية. كلية طب الأسنان الأولى في الوطن، والتي تمنح درجة البكالوريوس في جراحة الفم والأسنان، وتضم مركزاً طبياً متطوراً ومزوداً بأحدث الأجهزة والعيادات والمختبرات ليقدم خدماته التدريبية للطلبة والعلاجية للمجتمع المحلي. ولأن العالم أصبح قرية صغيرة بثورة الاتصالات، ولمواكبة هذا العصر جاءت كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بكل ما فيها من مختبرات علمية حديثة ومشاغل هندسية متطورة وتخصصات في هندسة الاتصالات وهندسة أنظمة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات المحوسبة وعلم الحاسوب وتكنولوجيا الوسائط المتعددة ونظم المعلومات الجغرافية. ولأن الطب رسالة إنسانية نبيلة يقدمها حاملها لمن يحتاج لها، كانت كلية العلوم الطبية المساندة بمبانيها ومختبراتها النوعية وتخصصاتها في العلوم الطبية المخبرية والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وصحة البيئة والمجتمع. وكلية التمريض المزودة بأحدث الأجهزة والمختبرات العالمية لتوفر التدريب العملي على مماثلات المرضى والحالات المرضية المختلفة. ولأن مقاييس الجاذبية أوصلتنا للفضاء، تعتبر كلية العلوم الخطوة الأولى، فكانت أول كلية تم إنشاؤها لتكون رائدة لجميع الكليات بمختبراتها العلمية الحديثة وتخصصاتها في الرياضيات والإحصاء والرياضيات فرع التربية والعلوم الحياتية والتقنيات الحيوية والكيمياء والفيزياء. أما كلية الآداب رائدة الثقافة الإنسانية التي تعتبر الأساس في بناء المجتمعات، فتضم تخصصات اللغة العربية والإعلام واللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية فرع تربية وعلوم الرياضة والتربية الابتدائية للمرحلة الأساسية ودبلوم التأهيل التربوي. ولأن العدل ميزان الأمم وصانع نهضتها، كانت كلية الحقوق من الكليات المتميزة في الوطن، منها تخرج أساتذة متميزون بالقانون والفقه والقانون. تعلمنا منذ الصغر أن نطلب العلم ولو في الصين، ولأن العلم لا يتوقف عند حدود، كانت كلية الدراسات العليا لتمنح درجة الماجستير في القانون التجاري وعلم الحاسوب والرياضيات التطبيقية وحل الصراعات والتنمية وإدارة الأعمال بالتعاون مع جامعة إنديانا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والفيزياء والتخطيط الاستراتيجي وتجنيد الأموال
والأدب والتواصل بين ثقافي وإدارة الجودة والدبلوم العالي في زراعة الأسنان، إضافة إلى برنامج الإقامة في اختصاص تقويم الأسنان والفكين. وكما يقال العلم نور والجهل ظلام، فإن مكتبة الجامعة تمثل رافداً وداعماً أساسياً للعملية التعليمية والثقافية لطلبة الجامعة وأساتذتها والباحثين عن العلم والمعرفة من أبناء الوطن، بتنوع مصادرها وموسوعاتها ومراجعها وحداثتها، بتوفير الأجواء المناسبة والهادئة لروادها. ولإيمان الجامعة بضرورة الاهتمام بالنشاطات اللامنهجية ولأن العقل السليم في الجسم السليم، قامت بتأسيس القرية الرياضية التي تضم ملعباً لكرة القدم بمقاييس ومواصفات الفيفا الدولية، هو الأول من نوعه في فلسطين والمعتمد من الاتحاد الآسيوي ملعباً بيتياً وطنياً في المحافل الدولية، يحيط به مضمار لألعاب القوى وصالة رياضية مغلقة متعددة الأغراض بمواصفات عالمية. كما اهتمت الجامعة بالعمل على إيجاد الخدمات الخاصة بالطلبة، فأسست مركزا تجاريا فيه مجموعة من المحال لتقدم كافة الخدمات التي يحتاجها الطلبة وزوار الجامعة. الجامعة العربية الأمريكية لم تسلك الطريق الأسهل في مجال التعليم العالي، بل اختارت طريقاً مختلفاً تصنع فيه أثراً واضحاً وتترك فيه بصمة كبيرة، لأنها أدركت مبكراً أن كل سباق في الدنيا له خط نهاية يقف المتسابق عند اجتيازه، إلا سباقاً واحداً لا خط نهاية له هو الذي تجري فيه حالياً، وهو السباق نحو التميز.